جنن عشت فيه قرب وفرحة حلمت بيه. لم تخفي شيرين عبد الوهاب هذه المرة معاناتها التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة والتي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فشيرين التي أصبحت مادة دسمة للوسائل الأعلامية كشفت تفاصيل صادمة عن حياتها الشخصية والفنية، وذلك خلال استضافتها في بودكاست بيك تايم الذي تقدمه الفنانة السورية أصالة نصري والإعلام المصري عمرو أديب. فماذا قالت؟ الحب اللي انت بتقوله ده هو اللي رجعني فوقني، ما كانش عندي رغبة في الحياة ان انا اكمل. في ظل تعلقها بابنتيها والعيش من أجلهما على حد قولها، كشفت شيرين معاناتها منذ طفولتها حيث كانت مضطهدة من قبل عائلتها التي توقعت أنها لن تحرز أي شيء هام. هذا الأمر الذي استمر معها في كبرها بعد تقليل عدد من الفنانين من شأنها مؤكدين لها أنها لا تصلح للغناء. وأوضحت شيرين في تصريحاتها أنها لم تستطع حتى اليوم العثور على أحد المقربين منها لاستثمار أموالها، لافتة إلى أنها تتعرض للسرقة منذ 25 عاماً. وفي حين طلبت الاستشارة من أطباء نفسيين لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حلول لحالتها وظروفها الصعبة. إذ مرت بفترة صعبة جداً لدرجة أنها عندما كانت تنوي الغناء لم تستطع حتى سماع صوتها، الأمر الذي أشعرها بالأحباط، لكن بناتها والجمهور كانوا السبب في عودتها وتعافيها. زعلي دلوقتي كله بيجي على صوتي، يعني أيوة ما يطلعش صوتي. فشيرين أكدت أن دعاء الناس هو سر عودتها، وخصوصاً الجمهور التونسي الذي استقبلها بحفاوة في مهرجان قرطاج الدولي ووضع لها كرسياً في أول حفلة لها لمعرفتهم بمرضها. جسمي بقى يعبي مية، تخنت حاجة غريبة، وكان معرفش ليه قبلت الأوردر ده. وأشارت إلى أنه بعد خروج صوتها في التدريبات ما قبل الحفل ذهبت إلى الفندق حيث صلت وطلبت من أحدى بناتها أن تقرأ لها سورة البقرة لأنها طويلة عليها، وكانت تشكر الله أنها سمعت صوتها للمرة الثانية. وتطرقت الفنانة المصرية إلى حادثة وقوعها على أحد المسارح الغنائية حيث أشارت إلى أن قدمها كان بها شيء غريب وعالجتها دون علم أحد، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن يأخذها الموت مع بناتها خوفاً من استغلالهن في حال وفاتها. عملت كل حاجة عشان أروح أمشي وأرجع وأصحى من النوم ألاقي نفسي لسه صحي لسه موجودة في الدنيا. وأشارت شيرين إلى أنها تفاجأت بعدد من الفنانين في الوسط الفني الذين كانوا يريدون لها أن تقع، مضيفة أن كل من حولها كان خائنا وحاول ابتزازها. ولكن لهذه المرحلة الحساسة كان هناك من اعتبر خير سند لها، وهو رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ الذي تلقت منه دعما كبيرا حيث وصف مكانها أنه خال وأراد لها أن تعود للغناء مرة جديدة مطلقا عليها لقب مارادونا الفنانات. يبدو أن هذه المرحلة سوف تؤرخها شيرين، ففي حديثها عن الأمر أكدت أنها تريد أن توثق تجربتها الفنية والشخصية، فماذا سيخفي كتاب حياتها؟